نقول ما رأيك في من يقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر؟ نقول هذا رأيه، ولكن المشكلة أن رأيه يخالف رأي علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ولما سأله ابنه محمد قال: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. هذا في الصحيحين. علي يقول هذا، يعني علي ما يرضى أن يفضل علي بكر وعمر. لا، هذا كلام باطل قطعا. شقد أكاذيب وضعوا على رسول الله وعلى عترته الطاهرة فقط لتصحيح خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ولإثبات شرعيتهم. لم يكتفوا بالوضع على لسان النبي، حتى على لسان علي أمير المؤمنين عليه السلام. حديث روح سمع المخالفين دائما يروونه، يقولون: إن علي عليه السلام قال: لو أوتيت برجل يقدمني على أبي بكر وعمر لجلدته وحددته حد المفتري. 80 جلدة أضربه. هذا بس يقدمني، يعني يقول علي قبل أبي بكر وعمر يفضلني على أبي بكر وعمر، أجلد حد المفتري. فكيف إذا طعن بأبي بكر وعمر؟ شكد أحاديث. ما أدري، الإمام السجاد عليه السلام أيضا وضعوا على لسانه حديثا أنه يمتدح أبا بكر وعمر، وهو الذي يقول: أبو بكر وعمر كافران، كافر من أحبهما. يضعون حديث في المقابل. الإمام الصادق عليه السلام يضعون على لسانه حديثا يقول: ولدني أبو بكر مرتين مثلا. وهكذا سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام. لعنة الله على هؤلاء الكذبة، وأكاذيبهم مفضوحة. من مصادرنا أو مصادر من يقرب منا ما جاء في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن سليمان الكوفي، وهو من المتقدمين، في المجلد الأول الصفحة 289، والفصول المختارة للمفيد الصفحة 168، وكتاب الاحتجاج للطبرسي المجلد الأول الصفحة 362، ومناقب ابن شهر آشوب المجلد الأول الصفحة 289. قال عثمان بن عفان لعنه الله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: إن تربصت بي فقد تربصت بمن هو خير مني ومنك. إذا أنت متربص بي، معاديني، مواجهني، فهذا مو عجب منك يا علي، لأنك تربصت بمن هو خير مني ومنك أيضا. قال علي عليه السلام: ومن هو خير مني؟ قال: أبو بكر وعمر. فقال علي عليه السلام: كذبت، أنا خير منك ومنهما، عبدت الله قبلكم وعبدته بعدكم. هذا تكذيب صريح من أمير المؤمنين عليه السلام لللفظ المجتزأ عن سياقه. ها هنا علي عليه السلام يصرح بأنه خير من أبي بكر وعمر، فكيف يقول تاليا: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؟ إذن لابد هذا المقتطع عن سياقه كما علمنا.